السلام عليكم وسيراي معكم، واخيرا وصلنا للتحدي ال14 والاخير من تحديات هدايا ال14 يوم من فورتنايت، وكالعادة بشرح لكم التحدي بدون تأخير وبشوفكم الجائزة في اخر المقطع. بس قبل كل هذا لا تنسوا الاشتراك بالقناة، قربنا على 100,000 وصراحة اشتراككم راح ينور القناة وينور الفريق طبعا. والتحدي رقم 14 من اسهل التحديات، قم بفتح 14 صندوق عادي في اللعبة بس كذا، لازم تدخل لاي مود سولو دو او سكواد او الاموال الجانبية مع البلاي جراوند وتنزل في الخريطة في اي مكان وتفتح 14 صندوق وعلى كيفك، اما في جيم واحد او في اكثر من جيم. المهم ان الاجمالي النهائي يكون 14 صندوق، وطبعا ما بوقف هنا وبشوفكم افضل المناطق اللي ممكن تروحوا لها وهذه الخريطة معنا. ان شاء الله تكون واضحة، كل مكان مكتوب عليه كم صندوق بتلاقي فيه، طبعا على حظك، مكتوب هنا اقصى عدد للصناديق فممكن تنزل وتلاقي اقل، بس اللي اقترح لك تروح له هو لك لاندنج او المدينة الصينية، مكان مرة هادي فيه 13 صندوق يعني شيء حلو، او المكان الثاني واللي قابل بارادايس، وهذا المكان كثير مناسب لانه جدا صغير وتلويته سهل وفيه 19 صندوق كحد اقصى، فانصحك تروح له. او ممكن السنوبي شولز، خريطة مسحوب عليها تقريبا وفيها اجمالي 15 صندوق. المهم انك في النهاية تفتح 14 صندوق وكذا تكون خلص التحدي بشكل كامل. وهذا مقطعنا اليوم، والهدية راح تطلع لكم على الشاشة بعد 3 2 1، وهذه هي الهدية الخرافية. لايك على المقطع لو عجبتك الهدية، وشرحت لكم كل التحديات من اليوم الاول ولين اليوم 14. طلب بسيط انك تشارك المقطع مع اصحابك او على اي جروب، وكذا انت تكون ما قصرت ابدا. ومرة متحمس على 100,000، وان شاء الله نوصل باقرب وقت، واشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.